أطلقت الجمعية الطبية الكويتية أمس فعاليات يوم الطبيب الوطني برعاية سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والتي تتضمن إقامة منصات تكريم عدة للأطباء في مختلف المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية الأولية. الفعاليات ستستمر لمدة 5 أيام، سيسلط فيها الضوء على إنجازات ومبادرات الطبيب الكويتي ودوره في تطوير المنظومة الصحية باعتبار هذه المهنة من المهن الإنسانية السامية. لنتابع. رعاية أبوية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ليوم الطبيب الوطني، ما هو إلا كلمة شكر وتقدير وعرفان لكافة الكوادر الطبية الوطنية لما قدموه من إنجازات وخدمات صحية لا تعد ولا تحصى. الهدف منها يعني برعاية صاحب السمو هو دعم الأطباء كوظيفة كمهنة إنسانية عليها ضغوطات عالية وعليها يعني متطلبات من الخدمات، لأن في النهاية احنا أطباء معنيين برعاية المرضى والحفاظ على أرواحهم وصحتهم وحياتهم. وزارة الصحة تشهد حاليا توسعا في منشآتها الصحية، وها هي بصدد جلب 800 طبيب، إضافة إلى زيادة مقاعد الابتعاث والتدريب في البرامج التخصصية الطبية المختلفة. وزارة الصحة تعمل على قدم وساق أمانة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لجلب أكبر عدد من الأطباء، بالإضافة إلى زيادة عدد البعثات داخل الكويت إلى الخارج، عدد كراسي التدريب داخل الكويت. قانون مزاولة مهنة الطب سيخرج بقالب جديد في الفترة القادمة يضمن حقوق وواجبات المرضى، علاوة على توفير بيئة صحية آمنة للطبيب. هذا أعتقد المبدأ الأساسي، إنشاء هيئة مستقلة تضم أطباء وقانونيين فنيين هم المسؤولين عن التحقيق في القضايا الطبية أو في حال الشك إن في وجود أي إهمال طبي، بدل ما أن يروح المحقق ما عنده أي خبرة. فهذه أهم شيء بالنسبة لنا. الأمر الآخر، المسودة كلها موجودة، وهذه أول مرة يمكن تصير على مستوى الكويت على فكرة، المسودة كلها موجودة على الموقع الإلكتروني للجمعية الطبية kma.org.kw، وهذه المسودة موجودة للأطباء للمعنيين القانونيين يطلعون عليها، وإحنا فاتحين المجال في مكان يعطونا رأيهم. يوم الطبيب الوطني الذي انطلق في مستشفى مبارك الكبير ليمتد في باقي المستشفيات والمراكز الصحية وسيستمر لمدة 5 أيام، سيسلط الضوء على أهمية دور الطبيب الكويتي الإنساني في كافة التخصصات الطبية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.